أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المدثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ادغام ہے ٹھیک ہے تا کو پڑھیں گے ومهدت له تمهيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا
ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ثم أدبر واستكبر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم. ये थोड़ी सी लंबी आयत है, लंबी वर्स है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए. पहला रुकू पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बस फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा रुकू पढ़ेंगे. सूरह मुद्दस्सिर है, पारा नंबर 29. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا
وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا فور واتشنج فيبرز سامعين وناظرين. ان شاء الله نيكسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. یہ سورۃ المدثر کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا, فرسٹ پارٹ آف سورۃ المدثر. ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے سورۃ المدثر, پارا نمبر 29, جزء نمبر 29 ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, ہمیں اجازت دیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.